في كل أحوالي. في زمن التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بتخلي المعلومات توصل للناس بسهولة، سواء صحيحة أو خاطئة، وفي وقت سريع بيحصل لها انتشار كبير جدا، وطبيعي إن كل الناس تصدقها، وده اللي بيحصل في كل حاجة محيطة بينا في جميع مجالات الحياة. بس إحنا النهاردة بنتكلم عن ما هو صحيح وغير صحيح، عن بعض المفاهيم اللي بتتقال عن جراحات السمنة والتجميل عشان نبين إيه الصح وإيه الغلط. هيكون معنا إن شاء الله الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا بيك ومنور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. إحنا عندنا مشكلة إنه السوشيال ميديا أي حاجة بتتكتب فيها بتنتشر بسرعة رهيبة جدا، ممكن يكون في منها الصح وممكن يكون في منها الغلط. إحنا النهاردة هنوضح بعض المفاهيم اللي ممكن تكون غلط، اللي إحنا بنقراها كتير وبنشوفها كتير وبنسمعها كتير وتنتشر من هنا لهنا لهنا، وأحيانا إحنا بناخدها ونعمل بيها. لو اتكلمنا عن مثلا معلومة ممكن تكون بتقال إن جراحات السمنة ما بتتعملش للناس اللي أوزانها بسيطة، لا دي بتحتاج الناس اللي أوزانها كبيرة قوي، الصح فيها إيه؟ هو الحقيقة المعلومة دي جايز كانت زمان حقيقية، ان جراحات السمنه اول ما تصنفت كانت بتتعمل اوزان عاليه جدا، لان كان لها ديزاين معين، وكانت بتعتمد ان الشخص ما بيعرفش ياكل كويس، عنده نقص فيتامينات، عنده نقص بروتين. لكن التعديلات اللي اتعملت في عالم جراحات السمنه وخبره الاطباء المتمرسين والمؤتمرات الدوليه اللي اثقلت خبراتنا خلت كل العمليات تتفادى هذه النقطه. يعني احنا دلوقتي نقدر نعمل عملية معينة نخسس بيها 20 كيلو، ونفس العملية نخسس بيها 100 كيلو و200 كيلو. هل طريقة الإجراء واحدة؟ لا أكيد. هنا نقطة بقى خبرة الجراح، نوع الأدوات اللي بيقدر يشتغل بيها، الممارسة على سنين طويلة، يقدر يطلع الفوائد من العمليات بدون حدوث اي مضاعفات. يعني احنا بنقول للمريض دلوقتي انت عايز وزنك يبقى كام، وباذن الله بيطلع الوزن بالظبط، يزيد كيلو ينزل كيلو، لكن ما بنبعدش عن الجول بتاعنا او الهدف بتاعنا. طيب احنا هنروح نشوف تقرير خاص بدكتور احمد السبكي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا مجدي شريف من الغربيه من طنطا. انا والله كنت بعاني بقلة النوم، كنت ساعة ما باجي انام الاقي جنابي منملي، لو نمت على الجنب اليمين او الشمال اصحى زي المشلول، وكنت بكمل بقية اليوم بتاعي طول الليل نايم على سرير على كرسي في قلب اوضة النوم. وكنت بعاني من الناس برضك في الشوارع، ان يشاور عليا راجل تخين، راجل مش قادر يمشي، فكنت بعاني من مشاكل كتير، وكان وزني 186 كيلو. انا لما قررت اعمل العملية شفت الاعلان بتاع الدكتور احمد السبكي على التلفزيون كذا مرة، وكنت خايف ان انا اعمل عمليات. فلما رحت وقابلت الراجل قابلني بكل صف ونية وخلاني شجعني، لان انا ما كنتش بحب اخد اسبرينه، كنت باخد العلاج بتاع السكر يعني غصب عني. بس انا لما قابلت الدكتور فتح نفسي انني حتى اقول له انا رايق قدام منك اهوت، اعمل ما بدالك. انا رحت عملت العمليه، وقبل لما عملت العمليه عند الدكتور احمد السبكي من يومها انا ما عدتش بعاني من اي حاجه في جسمي خالص، وقعدت في العملية 24 ساعة. قمت مروح، نزلت من المستشفى سايق عربيتي ومروح على طنطا من المستشفى سايق عربيتي، ولا حسيت بأي حاجة. وعملت عملية تحويل المسار ديت، ما كانش في العملية ديت ما فيش في بطن غرزة واحدة بس، ما فيش ما كملش نص سنتي. حتى أنا بقول للدكتور أحمد يا دكتور في ما كنت عنده في ما كنت رايح للزيارة الأولانية بعد العملية، بقول له يا دكتور أنا شفت السي دي وما شفتش اللي انت عملته بمعدتي دي، مفيش حاجه شفتها نزلت مني. قال لي انت عندك سعرات حراريه تكفيك سنه قدام، فانت حالا كل اللي في نفسك كله. وانا من يومها باكل كل اللي في نفسي، ان كان البني ادم بياكل 3 طقط انا باكل 6، بس باكلهم على مراحل، وما بعانيش من اي حاجه في معدتي ولا في بطني، وانا ربنا شاهد وكيل على اللي انا بقوله. انا كنت قبل العمليه 186 كيلو ونص، أنا النهاردة 86 كيلو بس، وأترجح ساعات أزيد 2 كيلو وأنزل 2 كيلو، لكن أنا زي ما أكون الدكتور أحمد السبكي عامل لي على نظام، من يوم ما قال لي على وزني قبل العملية أنا هثبتك على كذا، لحد النهاردة أنا ثابت على نفس الوزن، لا زدت ولا نقصت. أنا النهاردة من يوم ما عملت العملية
بقيت اخد نفسي طبيعي وبتحرك طبيعي وبقيت اشتغل بايدي في الورشه عندي. انا كنت بقالي 15 سنه ما بشتغلش بايدي عشان حسب التوخل، فانا لحد النهارده بقيت اشتغل بنفسي وبطلع سلم او اكون شغل في عماره ولا حاجه بطلع الخمس دور وست دور على رجلي. انا كنت لما اجي اسافر باي عربيه ما كنتش بنزل من الكابينه بتاعه السواق لحد ما اروح المشوار رايح وارجع، ده تنيني ثابت في قلب العربيه حامل هم نزولي وحامل هم ركوب تاني. انا بشكر الدكتور احمد السبكي على العمليه اللي عملها لي والوضع اللي هو خلاني فيه انني بقيت اتحرك واشتغل بنفسي في كل حاجه. وانا بحمد ربنا وبشكر الراجل الدكتور احمد دهوت على الحياه اللي هو خلاني اعاني منها النهارده في كل وقت. طبعا ان البني ادم بعد معاناه من مع السن يلاقي حل ويقدر يوصل للوزن المثالي والصحه كمان الكويسه، ده شيء طبعا بيبقى مهم جدا بالنسبه له. دي حقيقه، ده مثال لمريض كان السمنه عنده بنسميها سوبر موربيد اوبستي، سمنه مفرطه جدا ودي من الدرجات العاليه من السمنه، وعملنا له عمليه تحويل وقدر ينزل الوزن ده. في ناس ثانيه لا، ممكن يبقى عنده زياده 15 20 كيلو بس، وبنفس العمليه اللي هي التحويل او لو عايزين نعمل له تكميم نعمل له حسب احتياجه ننزله الوزن اللي هو مطلوب بدون زياده او نقصان، وبرضه يتخلص من مشاكله الصحيه. لان جراحات السمنه ما هياش جراحات فقط للنزول في الوزن، لكن الهدف منها التخلص من الامراض المصاحبه اللي هي بتخلي الانسان مش قادر يمارس حياته بطريقه طبيعيه. طيب احنا معنا تقرير تاني خاص بدكتور احمد السبكي، هنروح نشوفه ونرجع لحضراتكم مره تانية. دخلت في رمضان لقيت نفسي ان انا اكون عايش يا اما ان انا اكون ميت. وزني كان زياده فوق اللزوم، فوق ال 140 كيلو. وصل معايا الدور ان انا كان جات لي جلطه في الرئه. جيت هنا عند الدكتور احمد، كنت صحيح كنت قلقان من عمليه، ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي. ليا ناس صحابي عملوا العمليه ونجحت معاهم. ثانيا انا كنت بعاني من حاجات كتير قوي في المشي وفي الحركه وفي النفس. الدكتور احمد شجعني على الموضوع وقال لي ان الموضوع سهل جدا. دخلت العمليات، النهارده انا بقالي اكتر من داخل على الشهر التاسع، حاليا انا وزني 79 كيلو، بباشر حياتي العمليه كويس جدا، بباشر حياتي الطبيعيه، بقدر امشي، بقدر ان انا البس اللي انا عايزه، بقدر ان انا اتحرك كما يشاء لي، دلوقتي لا في نهجان ولا في شحوم زياده ولا اي حاجه، وثانيا اهو يعني كلكم شايفيني صحة تمام. وبتمنى لكل الناس اللي هم بيعانوا من السمنه المفرطه ان هم يفكروا جديا، لان العمليه سهله جدا. انت بتقعد يومين في المستشفى وتطلع تباشر حياتك العمليه طبيعيه جدا. حاليا انا باكل كل ما اشتهيه بس بالكميات اللي هو احس بيها ان انا شبعان وباخد الطاقه اللي انا عايزها، والحمد لله يعني. بنصحكم ان انتوا تعملوها وهي ملهاش اي سايد افكت. الوزن الزيادة هو بيبقى سبب رئيسي لأمراض كتير جدا، وطول ما احنا صحتنا كويسة يعني احنا وزننا كويس بإذن الله. طبعا السدة الرئوية دي من الحاجات المشهورة في مرضى السمنة، وللأسف لا قدر الله ممكن أحيانا بتعمل وفاة مفاجأة. يعني من الأسباب المعروفة عن الوفاة المفاجأة في مرضى السمنة برضو أحيانا السكر وهبوط الحاد في السكر. السكر نفسه له مضاعفات كتيرة، نقص الدورة الدموية أحيانا بيوصل لبتر في الأعضاء في الأطراف، حاجات كتير، ضغط، لم يعمل نزيف المخ، جلطات المخ بسبب السمنة، ارتفاع الكوليسترول وضيق شرايين القلب وجراحات القلب. كل ده الحقيقة سيناريو بيبدأ بالسمنة وبيفضل يتصاعد. وأكيد جراحات السمنة الحديثة بفضل الله سبحانه وتعالى أدت إلى التخلص من السمنة ومضاعفاتها. طيب التحويل يا دكتور بيبقى للاوزان فعلا الكبيره ولا ممكن يبقى لاي وزن؟ لا لو حد خالص عايز يظبط وزنه خالص. ما هو ده المعلومه القديمه عن تحويل المسار القديم اللي كان له بعض المضاعفات والنزول في الوزن الزائد بشده حتمي ونقص الفيتامينات. دلوقتي الدنيا اتغيرت، التحويل اصبح عمليه المريض بيقدر ياكل فيها كويس جدا، بيخس كويس جدا، ودرجه الخسيه دي نقدر نتحكم فيها،
ما بياخدش فيتامينز غير فترة بسيطة على حسب حالته، ما بيحتاجش ياخدها العمر كله، طالما في متابعة وبنقدر نطمن ان هو كل حاجة عنده سليمة، مفيش اعراض وهن، مفيش ضعف، مفيش شعرها بيقع، مفيش الكلام اللي بنسمعه. واذا كان في نماذج دلوقتي فده هيبقى راجع لعدم الالمام بالطريقة الحديثة في هذه الجراحات. يعني لو النماذج دي ما زالت موجودة يبقى العيب في طريقة اجراء العملية او في نوع الادوات او في الخبرات اللي لسه ما تحدثتش، انما الحالي من هذه الجراحات تفادى كل هذه المشاكل بإذن الله. طيب هل فعلا عمليات السمنة في بعض العمليات يعني بتعمل مشاكل في المرارة؟ مريض السمنة هو عنده نسبة حدوث حصوات في المرارة عن المريض العادي من غير عمليات ومن غير حاجة. النزول في الوزن نفسه بيؤدي إلى زيادة حدوث حصوات المرارة بنسبة 5-10%. يعني هو أصلا من غير عمليات كونه مريض سمنة عنده نسبة حدوث حصوات أعلى من الشخص العادي. طيب لو جه يخس نسبة حدوث الحصوات بتزيد من 5-10% أيا كان طريقة النزول، يعني سواء بدايت أو بعمليات. ولها أدوية إحنا بنديها عشان خاطر تمنع تراكم الدهون اللي بتخرج عن طريق الكبد في المرارة عشان ما تكونش حصوات. طيب في مريض سمنة، يعني في ناس كتير بنشوفهم وزنهم كتير لكن اكلتهم ضعيفه جدا واكلتهم بسيطه جدا وكاد يكونوا ما بياكلوش، يعني ما لهمش في الاكلات حتى. فالزي ده بيبقى عنده مشكله وفكر انه طب انا هعمل عمليه عشان خاطر تقلل الاكل او تخليني ما اكلش كتير وانا اوريدي ما باكلش كتير، هل العمليات بتبقى بتفرق معاهم في حاجه زي كده؟ هو دي مفهوم خاطئ الحقيقه، ان الهدف من العمليات هو تقليل نسبه الاكل فقط. لا، كنا قلنا له اعمل دايت وخلاص، لكن الهدف من العمليات هي تعديل الكيمياء الخطأ في الإنسان اللي هو أصلا عنده قابلية للسمنة، منها الحرق القليل. جراحات السمنة سواء التكميم أو التحويل بتزود الحرق 10 أضعاف. التحويل أقوى في النقطة دي، لكن يعني بس مش الفكرة إن هو أكل بيقل وخلاص. في هرمون بيطلع من المعدة اسمه بي واي واي. الهرمون ده عادة في الناس اللي بيبقوا وزنهم زائد، الهرمون ده نشيط، الهرمون ده هدفه انه يقلل الحرق. وعشان كده في ناس تقلل الاكل زي ما حضرتك بتقولي ومع ذلك بيتخنوا، وفي ناس بتاكل كتير جدا ومع ذلك ما بيتخنوش. لان الكيمياء في الجهاز الهضمي هي اللي بتحدد النقطه دي. جراحات السمنه هدفها الاول هو زياده الحرق، حتى من غير الرياضه، من غير مش عارف ناخد ادويه تزود الحرق والكلام ده، لا، العمليات لوحدها بتزود الحرق 10 أضعاف، وبالتالي بتعدل الموازنة الخطأ عند المريض وبتحوله من مريض قابل للسمنة إلى مريض ماشي في سكة النحافة. طب ظهور الكبسولة المبرمجة هل ده بيغني عنا إن إحنا ندخل بقى في مجال إجراحات السمنة والعمليات والكلام ده كله؟ مفيش حاجة بتغني عن حاجة، كل إنسان وله الحاجة اللي تناسبه. الكبسولة أضافت تقدم شديد جداً، ان هي بدون عمليه وبدون جراحه وبدون منظار وبدون تخدير نتائجها متوسطه، بتخسس متوسط 20 كيلو، بتختفي لوحدها بدون ما نحتاج ان احنا ندخل نشيلها، ملهاش اعراض جانبيه، فهي طفره اكيد في عالم النزول في الوزن والتخسيس. طب دي مناسبه للناس اللي عايزه تخس قد ايه تقريبا؟ يعني بنقول 15 كيلو 20 كيلو ممكن 25 كيلو، لو ده تارجت نقدر نحققه ويحقق لنا اللي احنا عايزينه يبقى كويس أسهل جدا. ده أسهل. واسهل وابسط. لكن نرجع لنقطه العمليه، هي بتخسس وتحافظ على عدم الرجوع في الوزن. الكبسوله بتخسس لكن بتدينا لايف ستايل اللي لو حافظنا عليه ما نرجعش تاني، طب لو ما حافظناش عليه ممكن نرجع نزيد تاني تدريجيا، كيلو في اتنين في سنه في اتنين، يبقى اصبح ما عندناش حاجة هي الأفضل على الإطلاق. كل شخص وطبيعته وحياته بتقول هو ده أفضل ليه ولا ده أفضل ليه، وأهم حاجة إن كله يبقى متاح، والديسكشن اللي بيننا وبين المريض أو الحوار اللي بيننا وبينه هو اللي بيحدد إيه المناسب وإيه اللي هيحتاجه وإيه اللي وده أكيد الأهم. دكتور أحمد نورتني، بشكر حضرتك وأشوفك على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم.
واتش إت.